نقص المياه هي أزمة خانقة تعيشها قرية هاتيا بريف جسر الشغور غربي إدلب. الأمر الذي يرهق أبا كمال ويستنزف منه الكثير من الوقت والجهد، حيث يضطر إلى نقل المياه لمنزله بعبوات بلاستيكية مستخدما دراجته النارية. فضيق الطرقات الواصلة إلى منزله ووعرتها تحول دون وصول الصهاريج. حاطط البيدوني مع الموتور، بنروح بالنهار مشوارين ثلاثه، هل انه بعبي البيدوني بجيب معي منشان عين المي اللي احنا عمال بنستخدمها في البيت، لان المي ما بتكفينا نحن اللي عمال بناخذها من عند نحن اربع خمسه مشتركين على جب واحد وعم نشتغل فيه، مضطرين نجيب مي من برا. شح المياه في القريه بدا بعد زلزال شباط العام الماضي، والذي تسبب بجفاف بعض الآبار الجوفية والينابيع السطحية التي كانت تؤمن المياه للقرية، مما فرض تحديات كبيرة تواجهها نحو 200 أسرة في تأمين المياه الصالحة للشرب. وسط ارتفاع تكاليف استجرارها عبر الصهاريج أو مضخات الديزل، أنا هون في عندي بئر ارتوازي تقريبا 170 متر ولا نقطة مي ما فيها هلأ، وقت اللي حفرناه طلع حوالي يمكن بعد 24 ساعة ما بيجمع برميلين مي. هلا بعد الزلزال نشف خالص ابدا. بشكل عام هون القرية مياتها قليلة جدا جدا يعني. تعتمد اغلب التجمعات السكانية في ادلب وريفها على الابار الارتوازية لتأمين مياه الشرب، لكن المصاريف التشغيلية الكبيرة لتلك الابار اضافة الى ضعف صيانة شبكات المياه وقلة مشاريع التوسيعة لها لتتناسب مع التوسع العمراني، أسباب جعلت من استجرار المياه عبر الصهاريج هو الحل الوحيد لدى الكثير من البلدات رغم تكاليفه المرتفعة. احنا عندنا في القرية أربع آبار قديما اشتغلتهم منظمة وقبل الزلزال الحكي، بعد ما وقفت المنظمة ما بقى صار في ضخ للقرية. قبل الزلزال كان في مي، لكن بعد الزلزال المي تسربت كأنه الله أعلم، وبدون هدول الآبار صيانة، وبالإضافة لأنه تغميق أكثر من هيك ووضع منظومة طاقة شمسية لألهم. تجلت أمال عشرات الأسر في قرية هاتيا غربية إدلب بالحصول على مياه الشرب، مناشدين الجهات المعنية إيجاد حلول سريعة لتأمين واحدة من أهم احتياجاتهم الأساسية. قصي محمد، ريف إدلب الغربي، حلب اليوم.